ماشي. المهم قبل ما نبدا الفيديو بغيت نبدا بالتقديم ديال راسي ايتون دوني كو لا بيرسون لي كنتو كتشوفو قبل فهاد لاشين سي با لاميم. المهم هاد لاشين هادي كانت ديال ماما مي مبقاش كتبع فيها لي فيديو بزاف، دونك قلت علاش لا منستغلش الفرصة ونجي انا بلاصتها ونلوح ليكم دي فيديو. دونك قلت علاش لا منبداوش هاد الفيديو هذا بالتقديم باش تعرفوني. المهم انا سميتي فاطمة زهرة، عندي 18 عام وغادي تبغي تشوفوني من اليوم كثر وكثر في هاد لاشين ان شاء الله. المهم بغيت نقول لكم الا كان عندكم دي سيدي ديال دي فيديو اللي نقدر نديرهم ولا اللي بغيتو تتفرجو فيهم تقدرو تخليوهم في لي كومونتيغ وانا غادي نحاول نصاوب لكم كاع لي فيديو اللي كطلبو. دونك سي سا، نخليكم على الفيديو. السلام عليكم البنات عاوتاني، من مور الفيديو اللي حطيت لكم دابا غادي نخرجو حيتاش طاحت لام وشعلو كاع الضوا. المهم غادي نخرجو، وقبل ما نخرجو قلنا انا وطاطا زهيرة سلام علاش لا ما نديروش تحدي بيناتنا. القناده اللي كنا لابسين كبيجاما فلاشون نردوهم شي حاجه ستيله باش نخرجو بيهم ونخرجو بيهم، يعني زدنا عليهم شي حاجه باش نخرجو. انا شنو درت، زدت عليهم واحد دوبلور بحال شكل ديال الكسوه مع هذه قصيره، نزلت شويه الكاميرا بحال هذه قصيره، درت عليها الدوبلور هذا مع سبديله وهزيت مع الساك وخليتها بحال هكا شي حاجه ديال الخروج. انا ديالي كانت قندوره كحله، درت ليها شميس في البيض و ربطتها من هنايا، درتها بحال هكايا وهزيت معاها الساك، درت فولار في الكحل ولبست كلاكيطا من التحت وصافي هادشي اللي درنا. المهم نخرجوا بهم وبقوا معنا. يا زيرو كما كتشوفوا لبسها، نحاول نرجعوها يعني بجرابه نحاول نرجعوها السيلي، درنا لها واحد دوبلور طويل مع سبرديله مع الساك بحال هكا يرجع شويه السيلي ونخرجوا بها. كما كتشوفوا فاتي حتى هي ها هي اللبسه. المهم بدات حنا خرجنا وظاهره كتحداها كتحداني جات اللبسه. شوفوا اللبسه ديالها حسن من ديالي وانا قلت لها لا ديالي حسن من ديالها وهي كتقول لي لا ديالي حسن من ديالي. حتى انا دايره الساك ودايره الفولار ودايره الكلاكات اصون توتي اصونبلي عندي انا، هي دايره السبرديله في الابيض والصاك في المارو والكسو في الغوز. المهم المهم كما كتشوفوا عاود نوريكم وقولوا لي انتم اللي غتحكموا مشي حكموا عافاكم وجيو من جهتي. يا اوه ثانك يو. لا 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 من بعد هذاك الفيديو اللي حطيت لكم ديال البارح ديال التحدي ديالي انا وخالتي زهيرة، ما صورتش بزاف في الليل بصراحة، مي غادي نحاول نصور لكم اكثر اليوم. دابا غادي نمشيو نسخرو باش نجيبو شي حوايج جديدة نديرهم للغدا حيت مكاينش لي ريستورون بزاف، وغنديكم معايا نحاول نصور لكم اكثر ومي غادي نرجعو غادي نوريكم شنو غادي نديرو للغدا وشنو غناكلو في الغدا وشنو غنديرو من مور الغدا. المهم بقاو معايا وما تزربوش حتى حاجه.
المهم البنات من بعد ما رجعنا من التقضيه ماما صوبت لنا هاد لي ساندويتش، خديت معها قرعه كوكا وهاد لا فيو مانيفيك. ومن مور الماكله غنتبعو هاد غير الطويسين ديال التلاح توجور فواحد لا فيو اللي زوينه بزاف. البنات قبل ما يسالي هذا الفلوغ بغيت غير نقول لكم بلا كاينين دي فيديو في هذا الفلوغ هذا اللي ما حطيتش عليهم الصوت ديالي، حيت سوا كنكون في شي بلايص فيهم صداع بزاف ولا كنكون حدا لي شوت دونك كيتسمع غير تخرشيش حدايا. المهم كنتمنى هذا الفلوغ هذا اللون ديالي فلاشين ديال ماما يكون عجبكم، و الى عندكم دي زيدين ديال الفيديوهات اللي نقدر نلوح في هاد لاشين كتبوهم ليا في لي كومونتير باش نقدر نزيد نلوح لكم لي فيديو وشي كونتينو يكون زوين اللي غادي يعجبكم. و كنقول لكم à la prochaine, bisous.